لا طبعا اكيد ان شاء الله، وانا بايد كلامك جدا، لان النادي الاهلي هو النادي، يعني اعتقد النادي اللي بيثبت كل يوم جدارته على المستوى التنظيمي، على المستوى الاجتماعي كمان، من خلال انه مؤسسه كبيره داخل دوله كبيره. كمان النادي الاهلي بيثبت كل يوم انه هو النادي من القلائل في مصر بيسير بخطى احترافيه بشكل كبير جدا جدا على مستوى الاداره، على مستوى اللاعبين. خليني اقول لكم كمان واطمنكم، ويمكن طلب لجماهير النادي الاهلي خاصه يمكن في الايام الاخيره بدا بعض الاقاويل على الصفقات. خلينا نتكلم، النادي الاهلي زي ما قلت منظمه الصفقات ان شاء الله دي في يد الجهاز الفني، طبعا بقياده موسيماني مع التعاون مع الكابتن سيد عبد الحفيظ. اي اخبار بتطلع احنا ما بناخدهاش وما بنقولش عندنا او فلان جاي او فلان رايح، لان احنا متعودين هنا في قناه النادي الاهلي ومتعودين على مبادئ النادي الاهلي. لما بيكون في صفقه رسميا النادي الاهلي بيعلن عليها بشكل رسمي وبشكل جدي جدا جدا. فخلينا كمان نقول لجماهير المحبه للنادي الاهلي، كتر الكلام في هذه الصفقات ممكن تعطل بشكل او باخر. خلينا واعيين جدا، احنا عارفين حرب الصفقات دي حرب كبيره جدا. النادي الاهلي باكد لكم ان شاء الله زي ما هو في السنين اللي فاتت وخاصه السنه اللي فاتت، لا كمان هيزداد قوه بشكل اكبر كتير جدا من خلال ان شاء الله صفقات، من خلال كمان ولاده الصغيرين اللي طالعين، من خلال المجموعه اللي موجوده. فكل دوت بطمنكم ان شاء الله النادي الاهلي ماشي في طريقه، ماشي في سكته، وان شاء الله السكه 27 نوفمبر ان شاء الله هي دي اللي بنبص لها، وعلى الجانب الاخر التحضير للموسم.